وضع وبائي حرج جدا وارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات ومستوى الخطر مرتفع وانتشار سريع للفيروس بأغلب الولايات وعودة لتسجيل أرقام مرتفعة في عدد الوفيات وفق المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علي. مستوى الخطر هو مرتفع جدا في كامل تراب الجمهورية، قاعدين نشوفوا حتى في نسبة الأقبال على المستشفيات ارتفعت، كذلك نسبة الإيواء بأقسام الإنعاش قاعدة مرتفعة، هذاك علاش مع ذلك قلنا للحالات الخطرة كذلك في ارتفاع. كذلك رجعنا في الأسابيع الأخيرة وخاصة في الأيام الأخيرة نسجلوا في ارتفاع في عدد الوفيات من جديد، بعد ما كنا في الأسبوع 51 يمكن خلطنا الأقل عدد من الوفيات. عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي إضافة إلى الخروقات المرصودة في تطبيق البروتوكولات الصحية هي من أبرز الأسباب المؤدية للتفشي السريع للعدوى وفق محادثتنا والتي دعت إلى ضرورة تشديد المراقبة في تطبيق الإجراءات. يلزم التشديد في تطبيق الإجراءات ويلزم أعضاء المسؤولين على المراقبة لمدى تطبيق الإجراءات الوقائية هما يقوموا بدور كبير باش يطبقوا القانون بالنسبة لكل من هو غير ملتزم بالإجراءات الوقائية. يلزم نطبقوا الإجراءات المتعلقة بعزل الحالات اللي هي إيجابية، عزلها خاطر هو مهم برشا باش ما تعديش أفراد العائلة وما تعديش زادا ما تساهمش في العدوى المجتمعية. يلزم كذلك الحجر الصحي نطبقوه على المخالطين للحالات المؤكدة. وبالنسبة لطاقة استيعاب المستشفيات أكدت بن علي أن هناك ضغط كبير على أقسام الإنعاش وخاصة بالمدن الكبرى. هو هذا متفاوت بين الجهات، في المدن الكبرى فما ضغط أكبر من المدن من مناطق أخرى، هو متفاوت وفما عملية في تونس هي من المناطق اللي تشهد ضغط كبير في أقسام الإنعاش. وبالنسبة للحجر الصحي الشامل بينت محادثتنا أنه غير مطروح اليوم في اللجنة العلمية، وأكدت مواصلة وزارة الصحة عملية التقصي بهدف التكفل المبكر للإصابات مما قد يقلص من الحالات الخطيرة.